انساب دقيقه بالله يعني ممكن عبد الله سمعت رجالك 70 مليون والله يا جماعه سمعنا رقم يا هذا دخل بالمركب وانا دخلت في الكنب اقسم بالله وانا رحت اجل طيب انا عندي لعبه عقارات عقارات اساتذه الكرام يعني في مكه ترى العقارات اخواني وزملائي اسعد الله اوقاتكم بكل خير دوام ولا كذا ما ادري يعني وزملائي السلام عليكم والله سامحوني عم يصلي ذا في صحه اليوم لا عشان تشوفونا اوكي حلو انا عندي لعبه الكيس حق الحرمين لو سمحت اسلم الراعي بدر المطرفي يستاهل يستاهل تحيه يا لحظه تحيه يستاهل والله المطرفي معاد خالد حامد بسرعه نواف اسامه محمد عمر نسمع الكلام اسلم اسلم ابو حربي كمل 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 اوكي ما في الراعي بتصادم من الان لك شيك مفتوح بعد البرنامج باذن الله الله يحفظك يا طلب روح يا نواف الله يحفظك كفو كفو اي زلمه ما احتفظ عليك روح روح اسلم عليهم لا لا روح معه افا اسلم صوت نواف روح حلو وش معنى الحركه دي عشان يفهمون الشباب يلا اسلم اسلم الراعي بدل المطرفي حلو ما مستحيل ايش الجائزه يا شباب ارحبوا مرحبوا يا هلا هلا والله يا هلا يا هلا هلا يا هلا والله ما عرفتك يا ناصر عريس الله يجعلك والله ما عرفتك بالشكل الحركات والله خبر على خبر كلام كبير مرحبا يا من بعزين كل يا ذو الخوف راقم كل لا حدا أكبر يا طيبين دقيقة سمعنا طارق واحدة كذا حلوة رحت الله يكرمك الله واحد قد سمعنا طارق يلا خلينا نزف السلام هناك يلا خلص روح عطنا خذ الروح ريح الصبا وتنسمي خذ الروح يا ريح الصبا وتنسمي ويا برق حي حيهم وتبسمي ويا نسمة الأسحار ويا نسمة الأسحار مني تحملي سلاما إلى البيت العتيق المحرم ما شاء الله تسلم تسلم طارق الله يحييكم جميعا روح أشرق النور وبانا مرحبا بي من أتى أيها الشباب أهلا لكم في القلب والله مكاها وانا يا هل يا طيور الليك طيري واحملي مني السلام اخبريهم عن سروري اذا رأيت قوم الكرام هواما يا سلام عليكم سريح طارق تعال هنا جنب العم سريح سريح نواف والله الله يسلمك الله جنب وهيب جنب انت ولد وهيب اليوم الله طارق قرب شويه معك يا مرحبا يا مرحبا فيك الله يبقيكم الله يبقيكم كل سنه كل سنه وانتم طيبين نورتوا والله محلكم كل سنه وانتم طيبين انت النور انت النور كيف حال الشباب؟ مبارك مبارك اخباركم علومكم
الرحلة بها رمضان.